استاذ في اية طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الكلمه وبما ان حضرتك كمان اشرت لدور الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه هي ان الدور اللي بتلعبه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه هو دور واضح جدا وقوي جدا في بناء وتشكيل الوعي على مدى السنين اللي فاتت ودلوقتي بيجي مهرجان العالمين في نسخته التانية كجزء لا يتجزا من سياستها في استخدام القوه الناعمه للترويج للاستثمار وتنشيط السياحه. دلوقتي مع كلمه دكتور اشرف سلمان رئيس مجلس اداره الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. تفضل يا فندم. مساء الخير جميعا أه سعيد ان انا اكون معاكم هنا. في البداية زميلتي والمنسقين أعلنوا ارتفاع علم فلسطين بجانب علم مصر في هذه المدينة الجميلة كل قلوبنا مع أهالينا في غزة وفلسطين وأدعو كل الحضور بالوقوف دي أحداد على شهداء فلسطين شكرا جزيلا، تفضل. إطلاق أي فعاليات على أرض العالمين وعلى أرض مصر بتحمل في طياتها سياحة، ثقافة، تاريخ، بتحمل في طياتها مفردات كثيرة جدا جدا. وهنا هرجع للتاريخ. هرجع لأن مصر تستحق أن تكون الوجهة الرئيسية والمقصد الرئيسي للسياحة الدولية. يمكن زميلتي قالت ان احنا السنه دي وصلنا ل 15 مليون سايح احنا ان شاء الله نبغي مع القياده السياسيه والخطه المستدامه ل 2030 ان نصل الى ان شاء الله ما يفوق ال 50 مليون سايح هو ده اللي مصر الحقيقه تستحقه هو ده اللي مصر المفروض تشتغل عليه وهو ده اللي منظومه الـ العمل الكامله بتشتغل وتسعى لان هو يكون موجود المقريزي لخص موقع مصر زمان في ان الاقاليم السبعه بتتوسطهم مصر لا هو الاقليم الاول والثاني اللي, ب... اللي جوهم حر جدا ولا هم الاقليم السادس والسابع اللي جوهم بارد وقارس لا مصر بتقع في الاقليم الثالث اللي جو معتدل في لطف في درجات الحراره في جو جميل وفي توسط للعالم كله خلي بالنا ده تاريخ وجمال حمدان في اعظم مجلد من اربع نسخ كتب عن شخصيه مصر قال ان مصر برها النيل ومصر قدمها في البحر فهي هناك قدم على البر وقدم في البحر اذن التاريخ والمتعلمين والمثقفين كانوا شايفين فين مصر واعتقد ان القياده السياسيه النهارده والمنظومه الجميله اللي بيتعاون فيها شركاء التنميه والقطاع الخاص ومقدمي الخدمات والفنانين والاعلاميين اللي لهم دور كبير جدا 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 في تطور هذا البلد قدما بيثبت لان احنا جايين ان شاء الله وان بصرف النظر عن كل المعوقات اللي حصلت في الاقتصاد العالمي وفي الاقتصاد المحلي وفي الاقتصاديات الناشئه في خلال من 2019 ل 2024 نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه مرحله عدت والمرحله الجديده ان شاء الله تكون قادمه. احنا واقفين على مكان من في رايي من احلى بقاع الارض. جو جميل جدا الناس كلها مبتسمة والابتسامة دي حاجة جميلة جدا وهي من سمة المهرجان مدينة العالمين في محافظة مطروح مدينة سحر شواطئها غير موجودة في كل أنحاء العالم مدينة بتحمل في طياتها تاريخ كبير جدا رامل منتجمري ثقافة طويلة جدا 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 مدينة انتهت لأن هي تكون من حقول ألغام لأن هي تكون مكان لأشهر معركة في الحرب العالمية الثانية لأنها تكون من أجمل بقاع العالم نافورة العالمين اللي عندها النصب التذكاري لشهداء الحرب العالمية الثانية كل دي أماكن يجب الترويج لها للعالمين النهاردة بتطلق النسخة الثانية من مهرجان العالمين اللي بيزين المهرجان من وجهه نظري الفنان احمد امين برياسته لنبته، نبته ده عمل جبار هو ده المستقبل وهو ده البنى الحقيقي مش بس الهاي رايزز اللي حوالينا دي لا الاطفال هم اللي هيقدروا يخلوا البلد دي متقدمه وهيقدروا يخلوا البلد دي هم وشبابها تعمل نمو اللي بنرجوه كلنا يفوق الاثنين ديجيتس 10 و12% علشان ان شاء الله المستقبل يبقى مستقبل مختلف هي دي النبته الحقيقيه اللي المهرجان النهارده بيغرزها في العالمين الجديده هي دي النبته الحقيقيه اللي هتخلي العالمين مدينه من مدن الجيل الرابع وهتخلي المدن الاخرى اللي بتطلع في كل انحاء جمهوريه مصر العربيه مدن جيل رابع تكون قد المدن العالميه واكثر ان شاء الله في فعاليات كثيره جدا جدا لكن خليني اقول لكم انه مدينه العالمين دي النهارده اتحط فيها استثمارات تفوق ال 185 مليار جنيه مدينه العالمين دي النهارده اتحط فيها استثمارات تسع لان يعيش فيها 3 مليون نسمه وده من ضمن التوسع الجغرافي اللي, اللي بيمشي بينا شويه بعيد عن التاريخ المصري في المركزيه. النهارده اما بنخرج بمدن يمين وشمال في انحاء جمهوريه مصر العربيه فاحنا بنتخلى عن مركزيتنا وبنروح ل زي ما بيقولوا سيبريت اريز تبقى اهله بالسكان واب تو ذا ليفل اوف العاصمه. وطبعا كلنا بنفخر بوجود العاصمه الاداريه الجديده ولكن ايضا بنفخر بوجود مدن جديده زي العالمين الجديده وان شاء الله راس الحكمه ومدن اخرى على طول شاطئ البحر المتوسط في الساحل الشمالي الغربي. انا بشكر حضراتكم جميعا بهذا العمل القوي العمل اللي انا بفخر النهارده ان انا اكون احد اعضائه. وداخل المنظومه الكبيره للشركه المتحده اللي انا ارى ان دورها قوي جدا جدا في زياده الوعي وزياده المعرفه وزياده القوى الناعمه اللي دائما مصر كانت بتتمتع بها ولا تزال تتمتع بها وان شاء الله يكبر هذا التمتع وتكبر القوة الناعمه لمصر وتاثيرها مش بس على المنطقه ولكن على العالم كله. برضو لازم أشكر كل اللي آمن بالفكرة دي بدءا بجهاز العالمين الجديدة بدءا بوزارة الإسكان وجهاز العالمين الجديدة بدءا ب جهاز التنمية الحضرية كل السبونسرز اللي شافوا الفكرة ووضعوا فيها مجهود وفلوس بشكر زملائي في الشركه المتحده كل شركاتها التابعه وبشكر كل الاعلاميين اللي حضروا النهارده وعملوا ثلاث ساعات من وقتهم عشان يسافروا يحضروا هذا المؤتمر الصحفي ويحضروا انطلاق النسخه الثانيه من مهرجان العالمين ويجب طبعا ان انا اخص بالذكر السبونسرز كلهم اللي عمرو قالهم هعيدهم تاني لان هم لهم دور كبير في ان المهرجان ده يقوم بنك مصر البنك الاهلي المصري بنك القاهره البنك التجاري الدولي شركه سيتي اتش شركه حديد عز شركه عز البورسلين مجموعه العرجاني جروب جلوبال اوتو وشركه ريكسوس مصر وطبعاً شركة ماستر كونسل اللي هم النهاردة بيستضيفونا في المكان مقر إدارتهم إضا... مقر وبشكر كل الحضور وإن شاء الله تكون النسخة دي من المهرجان نسخة مشرفة نسخة مشرفة لمصر ومشرفة المتحدة ومشرفة لكل الفنانين اللي اشتغلوا في هذه النسخة ومرة أخرى دايماً مصر بإذن الله هتبقى أرض الثقافة ودائما مصر بإذن الله هتبقى أرض الفن وأرض العلم وإن شاء الله نأمل إن احنا نشوف بلدنا بشكل مختلف في المستقبل وشكرا جزيلا لجميع الحضور